مساء الخير ومساء النور. واليوم كيف ما ديما معنا الجديد ديال القصص اللي دازوا معنا في قناه سمح حكايتي الرسميه. واليوم الجديد في القصه ديال خونا جواد اللي غادي نعطيكم جزء بسيط كتذكير باش تعرفوا الجديد ديالو. وبلا ما نطول عليكم خليكم معايا حتى الاخر. الرابط ديال القصه كامله بحال ديما غادي تلقاوه في اول تعليق مثبت. القصه ديال خونا جواد كتقول: السلام عليكم، انا جواد، العمر ديالي 34 عام، بغيت نستشر معكم في المشكل ديالي وكنتمنى منكم تنصحوني. وكنطلب صاحبة القناة تطبق من قصتي، انا محتاج النصيحة ديالكم الله يجازيكم بالخير، حيت زواجي وقف على الطلاق وبغيت اللي ينصحني ويرشدني. المهم الخوت، انا اخوكم في الله، دوزت حياتي عادية، كانت عندي واحد الطاكسي كنت رزق فيها الله وخدام على راسي وترونكيل. من بعد انا كنت تعرفت على الزوجة ديالي غير في الطوبيس، عجبتني وارتحيت ليها، كنت تكلمت انا وياها واحد المدة في التليفون، من بعد اقترحت عليها الزوج وبطبيعة الحال وافقت. فعلا الامور ديالنا تيسرات، مشيت خطبتها من دارهم وكل شي داز هو هذاك، عقدت عليها وجدت العرس ديالنا. المهم كل شي كان تمام الصحة والعافية، ولكن اخوتي المشكل ديالي ما غادي يبدا حتى دخلت مراتي البيت الزوجية ديالنا، بحكم هي ما بغاتش تخليني ناخد منها صباحها وقال لك الا هي امراه نخليك تدخل بيا. انا قلت ما غاديش نبزز عليها ديك الليله وخليتها على راحتها. الغد ليه الاهل ديالها سولوها كيف دازت الامور، قالت لهم مازال ما درنا والو، البارح حنا كنا عيانين وكذا، الحاصل جا الليل بغيت ندخل بالزوجه ديالي. انا جيت نقرب منها وهي تقول لي حبس انا ريغلي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي انا حائض. قلت لها ولكن انت البارح ما قلتيش لي راكي حائض. قالت لي اه ما كنتش حائض ولكن اليوم انا راني حائض، فغالب الوقت راه غير من لي ستريس والخلعة. قلت ليها عادي ماشي مشكل فيها الخير. بقيت اسبوع مع الزوجة ديالي بحال خوت وفي نفس البيت، وكل شي عارف بلي العروسة مازال ما دارت الدخلة ديالها. كانت في الاول طلبت مني نجيب ليها شي دواء من الفرماسين كيوقف دم الحيض باش نديرو الدخلة ديالنا. رفضت. قلت ليها علاش اختي، واش حنا مزروبين ولا شنو؟ راه فوقاش ما جا الخير ينفع. قلت ليها خلي حتى تولي طاهرة على خاطر خاطرك، وان شاء الله يكون خير، الايام مازال قدامنا. داكشي اللي كان، تنيت الزوجه ديالي حتى مشات منا الحيض، ومنين هي دوشات قالت لي صافي انا الحمد لله اغتسلت. قلت ليها ايوا نتوكلوا على الله ندخل بيك. الزوجه ديالي طلبت منها نتوضا ونصليو جوج ركعات لله قبل الدخله. فعلا انا وياها صلينا جوج ركعات، توكلنا على مولانا الكريم. ولكن اخوتي الزوجه ديالي انا قربت ليها وهي بدات كترعد غير بوحديتها، عييت من هدم فيها والو، تقريبا ساعة وأنا كنهدم فيها، وتقولو يا الخوت ما قدراتش، عييت من ندير معاها في المحاولات، ولكن بدون جدوى. السيدة كدير بحال شي بلاستيكة، كتبقى تجبد غير بوحديتها، وكتيبس راسها، عييت من نوريها كيفاش دير، ولكن غير أنا كنقيسها، وهي كتجي نايضة، وكتقول لي ما قدرتش بعد منك، حز عليا. تصور الخوت الليل كامل وأنا كنحاول معاها، وما كاين والو. صافي انا مني شتها عيات وغير كتبكي قلت نخليها ترتاح ديك الليله. داز ديك الليله ما درنا فيها والو، السيده غير كنبعد عليها كتولي مزيانه، انا كنقرب منها ونبغي ناخذ صباحها وهي كتسيف عليا وكتبقى تدفع فيا. كنت انا يمكن غير خايفه، حاولت نخليها ترتاح شويه، حاولت نهدنها وقلت ليها نعسي حتى الغد ليه ونعاودو محاوله اخرى. فعلا نعست عادي الغد ليه، عاودت معها المحاوله، وحتى هاد المره باءت بالفشل. السيده غير انا كنقرب ليها كيف ما قلت لكم، وهي كتبقى تزير رجليها وكتجمعهم وكتبقى تغوت كتقول لي ما قدرتش، وخا الصراحه ما قستهاش كاع. انا كنقولها غير سكتينا فضحتيني، امي واختي غادي يسمعوك، راه حشمتيني معاهم. ايوا كنرجع نسمح فيها والناس. بقينا تقريبا شي 15 يوم وحنا على داك الحال. انا ملي شفتها بحال هكذا قلت ليها يلا نشوفوا شي طبيب باش نعرفوا شنو كاين، تقدر تكون عندك البكره مطاطيه ولا شي حاجه. فعلا مشات معايا عند واحد الدكتوره نسائيه، حكينا ليها على المشكل اللي عندها. دخلتها دارت ليها فحص البكره ما لقات عندها والو، قالت لينا كل شيء عندها هو هذاك، السيده مزيانه وحتى نوع البكره ديالها عادي، راه دغيا غادي تبقى عمليه فض البكره. حكيت ليها كيفاش كتعامل معايا الزوجه ديالي، قالت لي يقدر يكون عندها تخوف وصافي. صراحه داك الدكتوره حاولت تفهمها بزاف ديال الحوايج اللي كنا حنا جاهلينهم. من بعد عطاتها واحد الفانيل كيساعد على ترخي العضلي باش تسهل علينا عمليه الدخله.
صافي مشينا للدار حنا فرحانين ناشطين، غير دخلنا طلبت من الزوجه ديالي نديرو الدخله بحكم لقينا الام ديالي خارجه. قلت ليها فرصه زوينه هذه، ما حد الانسان فيه الحماس نجربو ريوسنا. المهم عطيت هذاك الفاني، من بعد ربع ساعه بغينا نديرو الطقوس ديالنا، ولكن اخوتي كيف ما ديما السيده نفس الشيء، ما بغاتش وما قدراتش، غير انا كنمس فيها وهي كتولي بين يديا بحال العظم، كتجمع وكتكحز راسها. عييت ما نحاول معاها بالخاطر، ولكن السيده ما بغاتش تفهم وما بغاتش تحس بيا كاع. انا ما حسيت براسي حتى خاصمت عليها وهي بقات كتبكي. ملي شفتها بحال هكداك بقات فيا، قلت ليها صافي الا ما قديتيش اليوم نخليو حتى الغد ليه. قالت لي اه ما قداش. ايوا نطي لي سعدي ووعدي، خرجت من الدار وانا معصب وكاعي. داكشي عاوتاني اجلنا حتى الغد ليه، غير فقت في الصباح قلت نجرب معاها محاوله واحده اخرى. هاد المره حتى قربت نفض البكاره ديالها وهي تنوض كتغوت. حتى فاقت الام ديالي بقات كتعيط لي كتقول لي فلان مالكم ياك لاباس، ما مراتك كتغوت. حشمت ومرقت من امي، السيده حمت عليا السوق ديال الغوات. لبست حوايجي بالزربه خرجت وانا كلشي فيا كيترعد. قلت لها امي غير فلانه شافت الفرن تحت السرير وراه خافت منه، وبقيت كندخل ونخرج في الهضره. حسيت بالام ديالي حشمات في بلاصتي، قالت لها ولدي راني غير تخلعت منين غوتات، حسبني وقعت شي حاجه ولا جاكم شي خبر خايب على الصباح في التليفون. ايوا حطيت راسي وخرجت للقهوه ريحت فيها. ديك الساعه حلفت ما نقيش فيها، قلت هي ما بغاتنيش نقرب ليها خليها على راحتها وما غاديش نقرب ليها كاع. هي هذيك الخوت خليت على خاطرها واحد المده وهي كتناسجي وانا في جي. واحد النهار قلت غادي نتحاور معها ونعرف شنو عندها، جبدت عليها الموضوع. بقات عليا بالدمعه والخنونه، بقى يبكي وشاق بكي وشاق. قالت لي انا ما كنحسش بها وانا بلي قاسي معها وهي بلي ربي اللي عالم بها. قلت لها مالكي غير اجيني الصراحه، الا كان عندك شي مشكل جسدي ولا عضوي نعالجوه. بحكم انا منين كنجبد عليها الموضوع ديال الطفله كتعصب وكتبقى تغوت وتبكي وما كتبغيناش نتناقشوا في هذاك الموضوع نهائيا. دابا هي كتنعس فوق السرير وانا كنعس في الارض، المعامله ديالها معايا عادي، تحلفوا عليها ما مراتي ولا مزوج بها. ما نكذبش عليكم مرضت معاها في راسي، وانا في الاخر كنت كنشك في السحور ولا في الجن. وكانت طلبت مني الام ديالي نديوها لواحد السيده كدير الرقيه الشرعيه. قالت ليها امي اه نديك عندها. وشويه منين امي قالت ليها يلا نمشيو بدلت الراي ديالها وما بغاتش، ودغيا تقلبات وبقات كتغوت عليها وكتقول لها انا ما بغيتش. قالت لها خالتي غير خليني عليك انا ما عندي والو. قلت الام ديالي امي غير ريحي انا غادي نمشي نجيب شي فقيه يدير ليها الرقيه غير في الدار. فعلا مشيت جبت واحد الامام ديال المسجد للدار، دار لينا الرقيه قرا عليها الرقيه، من بعد عطاها زيت الزيتون مرقي تدهن به وما مرقي دوش به ولكن بدون نتيجه. من بعد انا ديت مراتي عند كذا طبيب متخصص، حكينا ليهم المشكل ديالها، قالوا لي مراتك معافات من كل شيء ما فيها والو. مي قالت لي ولدي يمكن مراتك تكون متقفه. قالت لي مشي عند شي وحده كتحيد التقاف. بالفعل مشات وداتها معها، عطاتها شي طبق تخربيق تبخر بهم وتشربهم وتدوش بهم والو، ما خلينا ما درنا. ولكن انا كنت كنحس بيني وبينكم مراتي تعرضت لشي محاوله اغتصاب، هادشي علاش هي كتخاف. وكانت قالت لي الطبيبه باللي هي العقل ديالها كيعطيها اشاره للمكان ديال المهبل وكيقول لي انت في خطر، وداك الشيء علاش المهبل ديالها كتقبض وكيتسد بديك الطريقه. ايوا يا خوتي خواتاتي، دابا انا راني حاصل وحير وما عارف ما نتبع، راه 7 ديال الشهور وحنا على هاد الحال، ما عرفت شنو غادي نقدر ندير ولا كيفاش نتصرف مع هاد الزوجه هادي باش تعطيني غير حقي الشرعي. راه مستحيل نبقى انا وياها في هاد الوضع هذا. انا ما نكرش بلي الزوجه ديالي بنت الناس ظريفه وحنينه وذو اخلاق عاليه، ما شفت منها في هاد المده كامله غير الخير والاحسان، ولكن انا كزوج عندي حق ناخذ حقي الشرعي منها. وهذا كان جزء بسيط من القصه ديال خونا جواد. اما الجديد في الحكايه كيقول السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم خوكم جواد. في البدايه بغيت نشكر برنامج سمع حكايتي اللي كيوصل الاصوات ديالنا لجميع الناس، وبغيت نشكر حتى الاخت امينه اللي الصراحه حكت القصه ديالي بالحذافير ديالها، بحكم انا ملي سمعت قصتي بلسانها حسيت بشريط حياتي غادي قدامي لحظه بلحظه. تبارك الله عليها وخلاص، كتعطي لكل قصة حقها وكتعيش مع كل موقف لحظة بلحظة، ما شاء الله عليها وخلاص. وما ننساش حتى المتابعين ديال سمع حكايتي اللي كان ليهم دور كبير باش نحل المشكل ديالي. انا خوتي مني سمعت قصتي وقريت التعاليق ديالكم كاملين، وكاين منكم اللي كان عنده نفس المشكل ديالي وتحل ليهم بسهولة،
وهادشي علاش تشجعت اكثر من الاول باش ندير شي حل يكون في المحل ديالو، بحكم انا سبق وكنت دقيت جميع البيبان ولكن بدون نتيجه. انا نط خديت مراتي عند امام المسجد ودرت ليها عنده الرقيه الشرعيه، من بعد كنت خديتها عند واحد الشريفه كدير الدواء ديال العرب، قال لك كتفك الثقاف ديال العزبه بداكشي ديال الصفيحه وشي تخربيق اخر. وكنت تبعت ليها الرقيه في الدار، كانت كدوش بالماء مرقي عليه يوميا، كتمسح الدات ديالها كامله بزيت الزيتون مقري فيه القران. المهم كل شيء درته ما خليت ما درت ليها وحتى شي نتيجه ما كانت. مراتي كيف اليوم كيف غدا، المهم انا درت معها جهدي واكثر من جهدي، ما خليت ما درت. ولكن انا كان لفت الانتباه ديالي بعد التعليق ديالكم، كنتو قلتوا ليا الى اللي كانوا اقترحوا ليا بعض الاخوان باش نهز مراتي وناخذها عند شي طبيب نفسي ونتبع ليها حصص عند طبيب مختص في الحاله النفسيه. زائد الاخت امينه نصحتني في الخاص باش ناخذها عند طبيب مختص، وقالت لي من الاحسن اخويا ياخذ مراتك عند طبيب نفسي ويقدر يكون عندها شي حاله اغتصاب وراه خايفه. فعلا خديت مراتي عند طبيب مختص نفسي، درت بعض الجلسات مع داك الطبيب على انفراد. هو كان ساعدها بزاف ديال الحوايج، وكان قال لي الزوجه ديالك خوفه بلا قياس، كان اقترح عليا من بعد شرع العلاج ديالها، قال لي يا سي فلان خذ مراتك بشي خريجه رومانسيه غير انت وياها وتكون بعيد على الدار وحاول تقرب منها غير بشويه وان شاء الله غادي يكون خير. فعلا كنت خديت بالكلام ديال المعالج، مشيت انا والزوجه ديالي لواحد لوطيل خارج المدينه، مشيت غير انا وياها، حاولت نخلي كاع المشاكل والخدمه والدار وجميع المسائل اللي غادي تشغل بالي على الزوجه ديالي، بغيت نكون على راحتي معها ونعطيها الخاطر، خليتها تستمتع بالوقت ديالها. وزيد من الفوق انا ما بغيتش نفرض عليها شي حاجه وكنت مخليها على راحتها، كل ليله كنخلق ليها جو رومانسي وكنبقى نتقرب منها غير بالعقل، مره لمسه مره همسه، حتى خليتها تولف داك الشخص اللي معها. الحمد لله بعد عناء طويل الزوجه ديالي جمعنا في الحلال وتحل المشكل ديالنا، وكانت اكبر فرحه بالنسبه ليا وحتى بالنسبه ليها، بحكم بسبب هذا الموضوع حنا تازمت الحاله النفسيه ديالنا بجوج. راه ماشي سهل اخوتي تبقى مده طويله وانت مع مراتك بيت واحد وانتم بدون معاشره، راه حتى شي واحد ما يستحمل هذاك الوضع اللي انا كنت فيه، ولكن الحمد لله ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. انا دخلت لهاد القناه وعاودت حكايتي، وراني باغي اللي ينصحني بشي حاجه بحكم الدنيا كلها تجارب. فعلا انا ملي قريت التعليق ديالكم لقيت بزاف ديال الاخوات اللي فاتوا بنفس التجربه ديال مراتي، ولكن الله دار مسلك ديال الخير وحتى انا دار لي الطريق الله وتحل لي المشكل. انا الخوت يمكن كنت تسرعت في الموضوع وكنت طلقت مراتي وكل واحد مشى في طريقه، ولكن الحمد لله ربي دار لينا مخرج. حاليا انا ومراتي عايشين حياتنا طبيعيه متفاهمين انا وياها، وحتى في العلاقه بيني وبينها راه مزيانه لحد الساعه، وهذا الشيء كامل سبب الدعاء والنصيحه ديالكم. انا الخوت كنقدم لكم الشكر الخالص، وكنحيي اختي امينه على سرد الحكايات ديال الناس، وكنشكرها على النصيحه اللي كتقدمها في القناه ديالها وكذلك اللي كتعطيها في الخاص، بحكم هي كانت هضرات معايا بواحد الرقي اللي رائع وطلبت مني ما نتسرعش ونصبر على الزوجه ديالي، قالت لي هذا الشيء مجرد وقت وكل شيء غادي يدوز. الحمد لله وقفت على كلامها، بحكم حنا كنا عايشين حياتنا عاديه وزوينه بزاف، وخا هكذاك الزوجه ديالي مازال حاليا كتتبع مع طبيب نفسي. هي كانت باغيه تحبس الحصص، ولكن طلبت منها ما فيها بس تخرج داكشي اللي عندها، واخا الصراحه انا ما بغيتش نتعمق في الموضوع وما بغيتش نبحث في الماضي ديالها، حاليا مخليها واخده راحتها كتمشي دير حصص وكتجيب حالها عادي. الحمد لله هي بنت الناس محترماني محترمه الاهل ديالي، هي والام ديالي متفاهمين بزاف، وانا خدام على راسي متعايشين مع الوقت. انا مازال خدام في الطاكسي ديالي بحال زمان، وهذا هو الجديد في القصه ديالي. ملي شفت اختي امينه كتطلب من اصحاب القصص اللي دازوا بالجديد ديالهم، حتى انا قلت علاش لا ما نفرحكمش بالجديد ديالي كيف ما نتوما فرحتوني بالتعاليق ديالكم، وهذا الشيء ما كاين. دابا غادي نطمع فيكم شويه في الاخت امينه، وبغيت منكم تطلبوا معايا الله الزوجه ديالي تطلع حامل هذا الشهر هذا، بحكم رجلها عندها متاخره بربعه ديال الايام وراني على اعصابي، وكنتمنى يدخل عليا شهر رمضان المبارك وانا فرحان، والحمد لله هادشي اللي كاين ومراتي راها بخير وعلى خير. والله يسهل عليكم والله يرحم ليكم وليديكم كاملين، مبارك عليكم الشهر والسلام عليكم.
وكيف ما سمعنا كاملين القصة ديال خونا جواد، الله يجازيه بخير اللي عطانا الجديد ديال القصة ديالو. كنقول ليه الحمد لله، الحمد لله انك الزوجة ديالك مشات في هذاك النطاق اللي انت بغيتيه واللي نصحناك به حنايا، والامور راه غاديه مزيان. راه شوف لكل داء دواء الا السم. قيل وما السم يا رسول الله عليك الصلاة والسلام يا خير الانبياء؟ قيل هو الموت، كل شيء عنده الحل، كل شيء عنده الدواء الا الموت هو اللي ما عندوش الحل وما عندوش الدواء. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. فرحانه بزاف لك اخويا جواد، الحمد لله على سلامتك، والله رزقك الدريه الصالحه انت وكل محتاج ومحروم وكل من قال امين. فهذا الامر اللي كانت فيه الزوجه ديالك كنظن انه مجرد مشكل نفسي، هذا الشيء اللي كان كيخليها انها تعصب من داك اللحظه هذيك، ديك اللحظه بالذات. الحمد لله انك مشيتي على النصائح ديالنا، وكذلك النصائح ديال الطبيب النفسي اللي كيعالج الزوجه ديالك. ف كانت فكره جدا زوينه بزاف فاش خرجتي مرتك وديتيها وقضيتي الغرض ديالك الحمد لله في واحد الجو اللي كان زوين. اللهم لك الحمد على سلامتك، وكنشكرك بزاف 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 اخي الكريم، والشكر لك موصول. كنشكر اخواني اخواتي، شتي راكم كتهزوا لي راسي وكترفعوا لي الفوق، انا جدا فخوره بكم، جدا فخوره بالناس اللي كتعاوني باش نلقاو الحلول مع هاد الناس. راه شوفوا كنربحوا غير الرحمه ديال الوالدين. الله يجازيكم بخير ودمتم اوفياء القناه سمح حكايتي. وكيف ما قلت لكم الجديد ديال القصة هو هذا، ولكن القصة كاملة والناس اللي مازال ما عارفينش القصة ديال خونا جواد وبغيتوا تسمعوها من البداية حتى النهاية، بطبيعة الحال غادي تلقاوها متبتة في أول تعليق، فقط كليكيو على الرابط غادي يدخلكم مباشرة القصة كاملة، ومن بعد تسمعوا الجديد. بغيتوا تسمعوا الجديد وتعاودوا القصة كاملة فهذاك الشيء كيبقى ديالكم. ما تنسوناش لي جيم ولي كومونتير وحتى البارتاج باش تعم الفائدة ويتلاحقوا عفوا معنا ناس جداد في قناة سمح حكايتي. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش قناة سمح حكايتي الثانية، ما عليكم غير تكتبوا سمح حكايتي وديروا قدامها رقم 2 وتطلعكم مباشرة للقناة الثانية اللي درناها قناة احتياطية، كذلك نحطوا فيها قصص اللي زوينين زوينين بزاف، قصص واقعيين، قصص ديالنا ديال المجتمع، قصص ديال الناس المتابعين اللي مدمنين على القنوات بجوج. فكليكوا فقط على الرابط كما قلت لكم ديال القناة، او اكتبوا اسم القناة في محرك البحث وغادي تطلع لكم. تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات، لا في هذه القناة ولا في القناة الثانية. بالنسبة لقناة سمح حكايتي الرسمية اللي هي هذه مازال فيها المشكل، ما بقاش قد اللي فات، باقي لنا ان شاء الله واحد ايام قليله جدا باش نعاودوا نصيفطوا طلب المراجعه ديال القناه. ودعواتكم معايا الله يجازيكم بخير، دعيو معايا ربي يفتح عليا يدير لي شي مسلك ديال الخير والله يسهل على الجميع. وشكرا بزاف لكم والسلام عليكم.